مرحبا، اليوم رح نعمل القطعة الحلوة هاي مع بعض. قاعدة لصحن لصينية لبريق شاي مثل ما بتحبوا. هنشتغلها مع بعض بطريقة حلوة وسهلة كتير كتير، وباخر الفيديو رح فرجيكم قطعة تانية اذا حبيتوا نشتغلها سوا. رح اعملها درس كمان ونشتغلها سوا مع بعض. هلا اول شي رح نبدأ هون. حاستعمل انا هذا الخيط وشوي سميك وحلو بيكون طريقة المفرش. هيدا حاستخدم معاه ابرة مقاس 3.5. تمام، رح نبدأ اول شي نعمل دائرة سحرية. الحواف هون انا زدت لها اورانج بخيط صغير وبسنارة صغيرة بس لتكسر لون الابيض البيج الحليبي. فيكن تحطوه فيكن ما تحطوه، تخلوه سادة. هلا بتشوفوا بس تشغلوا سوا شو بتحبوه تعملوا. رح نعمل دائرة سحرية اول شي بهي الطريقة. برجع الخيط لورا وبعمل غرزة 2 3 4. الرابعة رح اعتبرها سلسلة فراغ. تمام، بلف العمود برجع بدخل بنفس القاعدة وبعمل عمود، بعمل سلسلة برجع بلف الخيط وبدخل وبعمل عمود، برجع بعمل سلسلة بدخل وبعمل عمود، بعمل سلسلة بلف الخيط بين كل عمود وعمود سلسلة. وثلاث غرز، اربع غرز اللي انا طلعت فيهم بالبداية رح اعتبرهم عمود. تمام، عملت 12 عمود. رح نشد الخيط شوي، رح اجي للعمود اللي عملته 4 غرزة 2 لحفوت بالثالثة. ركزوا مش بالرابعة، هي السلسلة بين العمودين فراغ. تمام، لحفوت واعمل منزلق وبشد الخيط. وهي عملنا اول اساسة للدائرة. هلا بيجي عند اول فراغ هون بدي اشتغل فيه، بسحب الخيط وبعمل منزلقة. تمام، لاجي لهون بطلع 1 2 3، برجع بلف الخيط وبفوت بنفس المكان وبعمل عمود تاني 1 2، بعمل سلسلة برجع بفوت للفراغ اللي بعده بلف الخيط بعمل عمود 1 2. وبعمل سلسلة برجع للفراغ اللي بعده بعمل عمود 2 وبعمل سلسلة. كل فراغ من الفراغات رح اعمل عمودين وسلسلة. تمام، وصلت للنهاية 1 2 3، فوت بالثالثة وبعمل غرزة منزلقة. تمام، هلا حاشتغل بالفراغات اللي بين العمودين. فشو حاعمل؟ رح اعمل منزلقه وبرجع اعمل منزلقه لاوصل للفراغ. وصلت للفراغ اللي بدي اشتغل فيه، بطلع 1 2 3 وبعمل عمودين بنفس المكان 1 2 وسلسله، ما انسى السلسله. تمام، برجع بروح للفراغ اللي بين العمودين بعمل 1 2 3 وسلسلة. برجع للفراغ اللي بعد العمودين 1 2 3. هلا هيدا الثلاثي اللي انت بدك تنتهي فيه بالدائره. مثلا انا هون رح اعمل الدائره اصغر من هاي بشوي، هلا بنشوف كيف. فانا هون نهيت عند 3، شوفوها. قررت اني خلص ما كبر ووسع. تمام، هلا رح اعمل هيك للنهايه وارجع لكم. وصلت للنهايه، رح نفوت بالغرزه الثالثه ونعمل منزلقه
هلا بدي اشتغل انا بالفراغ اللي هون، فلح فوت باول غرزه واعمل منزلقه، برجع فوت بالثانيه وبعمل منزلقه، فوت بالثالثه وبعمل منزلقه. هلا بطلع 1 2 3، هلا بعمل عمود ثاني غرزه، برجع بعمل عمودين 1 2، بلف الخيط وبروح على المكان الثاني، بعمل غرزة بلف الخيط 1 2 غرزة، برجع بعمل عمودين 1 2، تمام. برجع بلف الخيط بروح على الفراغ، شايفينه، بعمل عمود 2 غرزة، برجع عمود 2، كمل هيك لآخر الدور لأوصل للنهاية. وصلت للنهاية، رح نسكر منزلقة الخيط شوي سميك عندي فبيعربس شوي. هلا رح اجي عند الفراغ اللي بين الاثنين، رح اطلع 1 2 3، رح اعمل عمود ثاني وسلسلة. هلا حاشتغل بكل فراغ عمودين سلسلة، عمودين سلسلة، تمام. برجع للفراغ اللي هون، رح اعمل عمود 2 سلسلة، برجع للفراغ اللي بين 2 و2، بلف الخيط بفوت وبعمل عمودين وسلسلة. هيدا اسمه توسيع الدائرة اللي بنشتغل فيها بهاي الطريقة، بعمل سلسلة وبرجع العمود اللي بين 2، كمان باخد عمودين 1 2 وسلسلة، برجع للعمود اللي بين 2 فوت وباخد عمودين 1، كمان بفوت عمود الثاني وسلسلة. رح اعمل هيك بكل فراغ لارجع اوصل للبداية. وصلت للنهاية، رح ندخل منزلقة، واطلع سوري وروح كمان منزلقة لأوصل للفراغ، بدي اشتغل بهذا الفراغ، فكمان منزلقة لأجي للفراغ، بطلع 1 2 3 وبعمل 3 عواميد، هيدا الثاني وهيدا الثالث، تمام. هلا بكل فراغ رح اشتغل هاي، بعمل السلسلة ما انساها، وبروح للفراغ الثاني وبعمل 1 2 3 سلسلة، الفراغ اللي بعده 1 2 3، وما انسى السلسلة، تمام. رح اعملهم كلهم وارجع لكم. وصلت للنهاية، رح نعمل غرزة منزلقة، وبدي اجي للفراغ اللي هون، فرح فوت بالغرز واعمل منزلقة وبالتانية واعمل منزلقة وبالتالتة واعمل منزلقة، وهون رح اطلع 1 2 3 ولف الخيط واعمل عمودين زيادة، هاي 2 وهاي 3، وبعمل غرزة زيادة، برجع للفراغ اللي بعده 1 2 3، رح كرر نفس الشغل بالسطر اللي قبله وبعمل منزلقة، تمام. رح اعمل كل الفراغات 3 3 3 لأوصل لبداية. وصلت لنهاية الدور، رح اجي للغرزة الثالثة واعمل منزلقة
مثل ما قلنا رح ارجع اخذ منزلقة لروح للفراغ اللي بدي اشتغل فيه. هاي وحده وهاي اثنين، بجي للفراغ هاي ثلاثه، نطلع واحد اثنين ثلاثه، بعمل عمود ثاني. هلا بدي اعمل توسعه، برجع بعمل عمود ثاني وبعمل سلسله، برجع بالفراغ بعمل عمودين، واحد اثنين، بروح للفراغ اللي بعده بلف الخيط بعمل عمود، عمود تاني بينهم سلسلة، برجع عمود وعمود، برجع للفراغ اللي بعده بعمل عمود، عمود تاني وسلسلة، وبرجع بعمل عمود وعمود بهاي الطريقة لنوصل للنهاية. وهيك صارت معنا، شوفوا ما فيها لا زوايد ولا بتعجات لأنه عم نشتغل مزبوط. هلأ رح أعمل منزلقة ولح أجي لأول الشغل، بدي اشتغل هون انا بين الاثنين، بطلع واحد اثنين ثلاثة وبعمل عمود، صاروا اثنين تمام، بعمل غرزة وبروح للفراغ اللي جنبهم، برجع بعمل عمودين غرزة، بروح للفراغ اللي بين الاثنين، بين كل فراغ بدي اعمل عمودين وبعمل عمود اثنين، برجع بعمل سلسلة وبروح للفراغ اللي بعده وبعمل عمودين، وسلسلة تمام. بكل فراغ بدي اعمل اثنين سلسلة، اثنين سلسلة بالفراغ اللي بين الاثنين وبالفراغ اللي بين الاربعة. اوكي رح نكمل وارجع. وهيك خلصنا الدور، شفتوا كيف طلعة حلوة لا مزقزقة ولا مزيزكة. مهم هلا لو حبيت تزيدي انت من الدور تكرار للدور الثالث والرابع والخامس، كل ما بدك تكبريها بدك تكرري الثالث والرابع والخامس لتوصلي للثالث، اخر شيء لما يكون عندنا الثلاثة مع بعض هاي فينا ننهي الدور تمام. هلا رح كبرها انا بعد شوي، رح نعمل منزلقة، رح روح للغرزة الثانية واعمل منزلقة، ولاجي للفراغ اللي هون تمام، بعمل منزلقة، بطلع واحد اثنين ثلاثة، رح كرر هلا ثلاث عواميد بنفس الفراغ، هاي واحد اثنين وهيدا الثالث، رح اعمل غرزة، ارجع للفراغ اللي الثاني اللي جنبه واعمل ثلاث عواميد، واحد اثنين ثلاثة، هيدا الأساسي وغرزة لتكبير الدائرة، سواء استخدمتي خيوط التيشيرت، خيوط العادية، خيوط فيكي تتبعي نفس الطريقة بتكون معاكي واضحة هيك شكلها مرتب. رح انهي الدور وارجع لكم. خلصت الدور، اكتفي انا بهالعدد، بدي اياها تكون اصغر من هاي بشوي، رح روح اعمل منزلقة، بفوت باول غرزة منزلقة لأوصل للفراغ، وبطلع بواحد اثنين ثلاثة، بلف الخيط وبعمل اربع عواميد جوا الفراغ، هاي واحد اثنين ثلاثة، اربعة، بعمل غرزة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بترك فراغ وبروح للتاني، بلف الخيط وبروح للتاني، بعمل أربع عواميد بلفة، هيدا واحد، هيدا اثنين ثلاثة أربعة، برجع غرزة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بترك فراغ بروح للتاني، بلف الخيط وبعمل
أربع عواميد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. تمام، رح أعمل هيك لنهاية الدور، رح أطلع بسبع عواميد، بترك فراغ بالتاني بعمل أربع عواميد وبرجع لكم. وصلت للأخير، رح نعمل السبعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. بنروح للغرزة الثالثة بالعواميد ونعمل منزلقة. هلأ بدي اجي لهون، تمام؟ رح فوت واعمل منزلقة، والغرزة الثانية واعمل منزلقة، وبالثالثة واعمل منزلقة، وفوت على الرابعة واعمل منزلقة، واطلع واحد، اثنين، ثلاثة، واعتبرهم اول عمود. تمام، رح اعمل بالسلسلة هاي تسع عواميد، هيدا واحد، وهيدا اثنين، هيدا ثلاثة، هيدا اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. بلف الخيط وبروح للفراغ اللي بعده وبعمل تسع عواميد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. رح نعمل هيك لنهاية الدور بكل فراغ تسع عواميد. وصلت للأخير، رح أعمل منزلقة بتالت غرزة. تمام، هذا العمود ما رح اشتغل عليه، حاشتغل على التاني، هذا حاتركه. هعمل هون منزلقة واطلع بواحد، اثنين، ثلاثة، برجع بالعمود اللي جنبه رح اعمل عمود، وبالغرزة اللي جنبها حاعمل عمود، برجع بالغرزة هاي حاعمل عمودين بالرابعة، هيدا واحد وهيدا اثنين، برجع غرزة عمود، اثنين، ثلاثة. يعني لاحظوا دايما ما حاشتغل بأول عمود وما حاشتغل بآخر عمود، بس بالأعمدة اللي بالوسط هعمل ثلاث عواميد، عمودين، ثلاث عواميد. هلأ بلف الخيط وبجي على هون، شفتوا هون، بجيب سنارة من تحت وبعمل عمود، سوري، بلف الخيط مرتين وبعمل عمود، بطلع من اثنين وبطلع من اثنين، برجع بلف الخيط مرتين وبجي على الزاوية الثانية وبسحب الخيط، بعمل بطلع من اثنين، بطلع من اثنين، بطلع من ثلاثة، كلهم بلف الخيط. اول عمود ما حاشتغل فيه، تمام، بشتغل بتاني عمود، بطلع بعمود، بالتاني بطلع بتاني عمود، وبالتالت بطلع بتالت عمود، بالرابع بعمل عمودين، برجع بالخامس عمود، اثنين اللي جنبه، وثلاثة. العمود الأخير ما بشتغل فيه. تمام، بسيط كتير، بس ركزوا بالشغل. بلف الخيط مرتين، بدخل تحت هاي وبسحب الخيط، وبطلع من اثنين وبطلع من اثنين، يبقى معي اثنين على السنارة، بتركهم. بلف الخيط مرتين، بطلع من الجهة التانية
وبطلع من اثنين وبطلع من اثنين وبطلع من الكل ليصير معاي هيدا الشكل. رح نكمل بهاي الطريقة لنوصل للنهاية. وصلنا للنهاية، رح أعملها معكم لتشوفوا كيف. بيبقى عندي آخر السبعة هاي، رح أعمل لفتين وأدخل من تحت وأطلع وأطلع من اثنين، أرجع لف مرتين على الخيط وروح للزاوية الثانية وأسحب الخيط وأعمل لفتين ولفتين وأطلع من ثلاثة كلهم. هلأ رح أعمل منزلقة وأقفل الشغل. وهيك بتكون انتهت عنا الأدوار. هلأ رح أعمل الديزاين باللون الثاني وبسنارة أصغر تساعدني بالمقاس تبع الخيط. رح نعمل برزة ورح اجي من اي محل واطلع بغرزة، برجع بلف الخيط وبدخل وبطلع بطلع منهم كلهم. رح نعمل غرزة نص عمود تمام، بكل غرزة بتمرق علي بلف الخيط وبطلع منهم كلهم، برجع بلف الخيط وبدخل بالغرزة اللي بعدها وبعمل نص عمود، برجع بلف الخيط بالغرزة اللي بعدها نص عمود، بلف الخيط والغرزة اللي بعدها نص عمود. رح اعمل هيك لنهاية الدور واعمل تنظيف وارجع لكم. وهيك بنكون خلصنا، صار عنا جاهز. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.